وقت قد ايه بقى خلال الفترة القادمة عشان يقف على رجله مرة تانية لو الرياضة رجعت؟ يعني من 20 يوم 15 20 يوم عشان بتعمل فترة إعداد، يعني نعتبرها مكثفة، لأنه زي ما أنت حضرتك عارف في حلقة سابقة قبل كده معظم الأندية بالأجهزة بتاعتها بتتابع اللعيبة بتاعتها، وقلنا في كل واحد من اللعيبة وخاصة في الأندية الكبيرة وفي الدول الكبيرة بيبقى عنده جيم في البيت، إلى جانب طبعا في بعض من اللعيبة معظمهم بيبقى عنده على الساحل، أو لو ما عندوش بيبقى مع زميله، فبياخد برنامج من الراجل بتاع الأحمال أو المدير الفني باتصال بالتليفون. حتى في مصر هنا الكلام ده طبعا كل معظم الأندية بتعمله، لما يكون ليا مكان على في مدينة ساحلية ممكن أنا بجري الصبح على الرملة بلعب بالكورة في الرمل مع الولاد، إلى جانب الجيم الموجود في البيت، إلى جانب المتابعة اللي هي من خلال الفرق. مفيش شك ان ده هيحاول يحافظ بنسبة قليلة، لان كل لعيب يبقى يعني عامل حسابه انه في فترة مكثفة هيلعب عدد كتير جدا من المباريات في فترة صغيرة، لابد الفترة دي بيبقى بيشتغل بشكل جدي سواء من حيث الجري او من حيث الاداء التدريبات اللي في الجيم، الى جانب المتابعة الغذائية النوم كل الحاجات ديت، اعتقد هتبقى يعني حتى اللي كان بيحاول يسهر بره او كده خلاص بقى في حظر، حتى في كل دول اوروبا بيبقى في حظر كامل، وبالتالي من حيث النوم التغذيه التدريبات اعتقد ان 20 يوم هتبقى كفيله جدا، الى جانب انه طبعا معظم الدول كل الاتحادات الاوروبيه كلهم صرحوا ان الدوري ماتشاته هترجع مش هتتلغي، يعني الاتحاد الاسباني والانجليزي والطلياني معظم الاتحادات واخدين قرارات انه هيبقى في فتره لو في كذا عدد معين من الماتشات هتتلعب في زمن محدد، وبالتالي ما اعتقدش ان فتره الاعداد هتبقى اكتر من 15 20 يوم. لكن هي في